رجعنا لكم حلقة جديدة. طبعا دايم بوتيك ذوق يسوي ايفنتس مرة حلوة. اليوم الايفنت فاشن شو، زي اول قد سووا فاشن شو للاطفال الصغار. طبعا هم يطلعوا موهبة الاطفال الصغار، وراح تشوفوا الحين الفاشن شو كيف الاطفال الصغار مبدعين بملابسهم. طبعا المميز اليوم انه في اولاد وبنات. يلا خلينا نشوف الفاشن شو. ولين هنا نكون خلصنا حلقتنا. صراحة مرة عجبني الفاشن شو، والبنات الديزاين الصغار كانت ألبسهم مرة حلوة. معانا اليوم الكيوت الصغيرة، خلنا نسأل عن اسمها وكم عمرها وكيف سويت الدرس. ايش اسمك؟ لولو. كم عمرك يا لولو؟ 5. جايز ما شاء الله، شوفوا عمرها 5 سنوات ومسوي هذا الدرس. انت اللي سويتي هذا الدرس؟ ما شاء الله مرة حلو. ولين هنا تكون خلصت حلقتنا، اشوفكم حلقة ثانية. باي باي.